سلام، اجي انا معك بوك اليوم. مشكلته ما عم يقرا ال SSD تبعه، على الفحص المبدئي فحصنا هون طلع فيه اكسدة. رح نجيكم كيف على الميكروسكوب مثل ما لكم شايفين. رح نغير هاي وافحص ونشوف النتيجة سوا. وهلا هيك بعد التنظيف راح ركب القطعة الناقصة ونشوف النتيجة سوا. ومثل ما لكم شايفين ركبت القطعة ونظفت، هلا بنشوف النتيجة. وهي حبايبي الحلوين، مثل ما لكم شايفين جمعت البورد وكتر خير الله شاف الهارد. اتمنى دعمكم وبكبر فيكم. وهيك الجهاز طبعا.